كشف وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية الطرق الأسرع لحل الأزمة الخليجية المندلعة منذ العام 2017. وقال العطية في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن القطرية: قطر تعرضت لكل أشكال الحروب خلال العام 2017. وأضاف العطية: ورغم ذلك فإن موقفها واضح منذ اليوم الأول، باعتماد الحوار والمفاوضات هي الطريق الأسرع لحل الخلافات وحفظ السيادة وعدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية. وبسؤاله عن علاقة بلاده مع إيران، أكد وزير الدفاع القطري أن الطريق الوحيد لرسم إطار قانوني لتحقيق استقرار المنطقة هو إجراء حوارات ومفاوضات مباشرة مع الجيران وكل الجهات المعنية بأمن المنطقة وقضائها. وأضاف أنه لا يمكن ابتكار أعداء لتمكيننا من تحقيق التماسك الداخلي، ولا نخبئ شيئا عن الشعب، فالتكنولوجيا جعلت ذلك مستحيلا، كما يجب علينا الانفتاح تجاه الآخرين لمواجهة الأزمات الداخلية والتحاور بوضوح مع الجيران. فإذا لم نكن منفتحين مع جيراننا فإن ذلك سيشكل تحديا وخطرا على الأجيال المستقبلية. وكانت قطر افتتحت مقر قيادة عملية عسكرية مشتركة مع تركيا في قاعدة خالد بن الوليد العسكرية في الدوحة. وقالت وكالة الأنباء القطرية قنا إن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ونديره التركي خلصي أكارا افتتح المقر الجديد لقيادة العملية العسكرية المشتركة، موضحة أن افتتاح هذا المقر جاء ضمن مجموعة كبرى من المفاوضات للتعاون العسكري بين البلدين، والتي بدأت منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني. من جانبه قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إنه من المبكر الحديث عن تقدم في الحوار مع السعودية وحل الأزمة الخليجية. وأضاف محمد بن عبد الرحمن في تصريحات مع قناة الجزيرة إنه من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي بالحوار مع السعودية، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية هو فتح قنوات بيننا. وأكد أن عمل مجلس التعاون تأثر بسبب الأزمة المستمرة منذ يونيو حزيران 2017، مشددا على أنه يجب أن يعود المجلس متماسكا ليمثل اللبنة لأي حوار مثمر بين دول الخليج وإيران، وعرب عن أمله في تجاوز كثير من التحديات العام القادم. كما نفى الوزير القطري وجود أي محادثات مع الإمارات بشأن إصلاح العلاقات معها، مشيرا إلى أنه لا يرى في الوقت الحالي إمكانية وضع موعد محدد للتوصل إلى اتفاق مع السعودية. وقال: نحن الآن نتحاور مع السعودية ونعتقد أننا سننظر في بقية القضايا بمرحلة لاحقة.